أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو حكم قراءة المواعظ من الكتب بعد صلاة العصر؟ يقول أحسن الله إليكم: ما هو حكم قراءة المواعظ من الكتب بعد صلاة العصر الذي يقوم به أئمة المساجد كل يوم بعد صلاة العصر؟ هل له أصل في السنة؟ نعم، له أصل في السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه، خولهم بالموعظة بعد الصلاة، فله أصل من السنة، جزاهم الله خيرا. لكن عليهم أن يختاروا الكتب النافعة والمفيدة من الأحاديث، من الآيات تفسيرها، أو من الأحاديث الصحيحة وشروحها. نعم.